حل يعني وين دبل يلو لا سنجل على سنجل سنجل يلو ونبارك لجميع مراجعنا وعلمائنا الكرام هذه المناسبة العطرة الطيبة ونتمنى من كل قلوبنا أن تكون الزهراء شفيعتنا في يوم القيامة. برنامجنا لهذه الليلة قراءة من القرآن الكريم يتلوها على ما سمعنا السيد منير بعد ذلك زيارة السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام ومن ثم كلمة باللغة الفارسية وكلمة باللغة الإنجليزية وكلمة باللغة العربية ثم مسابقة للأطفال والكبار أيضا وهناك وجبة عشاء أيضا هذه الليلة هناك مفاجأة لجميع إخوتنا وأخواتنا المفاجأة هي وجود راية الإمام الحسين التي كانت ترفع على قبته المباركة في دار أهل البيت إن شاء الله بعد الكلمات الصوار سنتفتح هذه الراية للأخوة والأخوات لمشاهدتها طبعا نوجه الشكر الجزيل لإخوتنا الطيبين الذين جاءوا بهذه الراية من برمنغهام ونشكرهم جزيل الشكر والامتنان على تعبهم حقيقة بالسفر إلى هنا حتى تأتي الراية إلى دار أهل البيت للتبرك بها وطبعا هي من العراق يعني من العراق هم الأخوان جابوها من العراق وأيضا إلى برمنغهام ومن برمنغهام إلى هنا إن شاء الله إن شاء الله بعد الكلمات ستفتح الراية وإن شاء الله ندعو الأخوة والأخوات التبرك بها إن شاء الله فنبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم والسيد منير يتفضل نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد رحم الله من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
كبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسجدان والسماء
اسأله من في السماء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يطوفون بينها وبين حميم آن ف
أزور سيدتي ومولاتي الزهراء عليها السلام ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أصالة عن نفسي وزيارة عن مولاي صاحب الزمان ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وأخواتي وأصدقائي يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة
السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، من آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرم مؤمن ولطاعتهم ملتزم. أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم، وهم قد بلغوا عن الله عز وجل، ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تأخذهم في الله لومة لائم، وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك وذريتك الأئمة الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبه المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانك، إنك ذو العفو الكريم.
وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم جميعا. نشكر الأخوة السيد منير والأخ الفاضل أبو مصطفى المظفر على قراءتهم للقرآن والدعاء، جزاكم الله خير الجزاء وطيب الله أنفاسكم. طبعا فاتني أن أذكر أن ختام الجلسة ستكون مع أخينا الطيب أبو مصطفى المظفر والتواشيح التي دائما يسعدنا بها. الآن مع كلمة للأخ محرابي نجاد باللغة الفارسية. طبعا أحب أن أتذكر أن جاليتنا تتكون من الأخوة الإيرانيين والأخوات الإيرانيات طبعا والعراقيين والعرب بشكل عام، فلذلك برامجنا يجب أن تحوي على كلمة لإخواننا من يتكلم باللغة الفارسية. فنطلب الآن من الأخ محرابي التفضل وإلقاء كلمته باللغة الفارسية. نستقبله الصلاة على محمد وآل محمد. خیلی کوتاه یه چند دقیقه مصادره اوقات بشم و ببینیم که ما چقدر حضرت زهرا رو میشناسیم. زن مسلمانی که میخواد پیرو این اسره بزرگ مسلمان و الگوی ارشد و بزرگ زنان مسلمان باشه چقدر شناخت نسبت به حضرت زهرا داره. من سعی کردم که خیلی خلاصه، البته یه خورده بحث ممکنه بحث حالا فلسفی باشه، اما سعی کردم یه خورده به زبان ساده بیانش کنم و شناخت رو نسبت به حضرت زهرا من به دو قسمت تقسیم کردم، یک شناخت نقلی و یک شناخت عقلی. اما اینا چیه؟ شناخت نقلی همون شناختیه که معمولاً همه ما به طور عموم پای منابر و از وعاظ مختلف شنیدیم در مورد مصیبت‌هایی که به حضرت زهرا وارد شده، در مورد اینکه فاطمه محبوب پیغمبر بود و مغضوب عایشه، در مورد اینکه ابوبکر فدک رو غصب کرد، فدکی که حق حضرت زهرا بود، در مورد اینکه عمر با جمعی به خانه حضرت یورش بردن، در رو به پهلوی مبارک حضرت کوبیدن، طفل ششماهی ایشون سقط شد، و در مورد مصیبت‌های زیادی که به حضرت زهرا وارد شده. در مورد این زیاد شنیدیم که حضرت زهرا برای احقاق حق شوهرش حضرت علی که خلافت رو به زور از ایشون غصب کردن به مسجد میرفت و ایراد خطبه میکرد. شنیدیم که دست کودکانش رو میگرفت و به خرابه‌ای پناه میبرد به نام بیت الاحزان و اونجا ناله و زاری میکرد. این مصیبت‌هایی که به حضرت زهرا وارد شده ما از منابر بسیار شنیدیم. و معمولاً هم خب
وقتی که آدم مصیبت هایی که به عمه اطهار و حضرت زهرا وارد شده رو میشنوه، خب اشک تو چشاش جاری میشه و گریه میکنه و ماها طبیعتا هممون پای این منابع گریه زیادی کردیم که اغلبا از سر عشق به ائمه اطهار و حضرت زهرا بوده. اما یه سوال اینجا پیش میاد که آیا صرفاً شناخت نقلی، یا این شناخت نقلی همینطوری که مطرح کردم نوعیه که شما از دیگران شنیدید، از زبان دیگران نقل شده و شما این شناخت رو نسبت به حضرت زهرا به دست آوردید، اما آیا این واقعاً این شناخت کافیه؟ شناختی که خب عشق رو در درون ما تقویت کرده، چیز بدی نیست البته، اما صرفاً آیا عاشق حضرت بودن و در مراسم گریه و زاری کردن آیا این کافیه؟ بنده خودم وقتی خب توی ایران بودم و تو مراسم عزاداری شرکت میکردم، به عینه این رو مشاهده کردم که آدمایی بودن میومدن تو مراسم عزاداری شرکت میکردن، اشک میریختن و از تمام وجودشون هم با تمام وجود گریه میکردن، نه اینکه به خاطر ریا و ریاکاری باشه، اما همون آدم وقتی که از در اون مجلس میره بیرون و فردای اون روز مثلا شما اونو تو بازار میدیدین، ارزش‌های اصلی و اولیه اسلام رو زیر پا می‌گذارن، مثلا کم فروشی می‌کنن. این سوال اینجا پیش میاد چرا؟ به نظر میرسه که یکی از دلایل اینی که این شناخت نقلی که حاصل شده که عشق رو در درون ما تقویت کرده و ما رو تحت تأثیر قرار میده و احساسات ما رو تحت تأثیر، شناخت کافی نیست. وگرنه اگه شناخت کافی بود ما باید تو زندگی اون اینو لمسش می‌کردیم. وقتی که جای مصیبتی خونده نمی‌شد ما بعد باز هم سعی می‌کردیم که از شیوه زندگی کردن این حضرات درس بگیریم و مثل اونا رفتار کنیم. من می‌خوام اینجا یه آقای اکسیس کارل یه مطلبی داره در مورد همین عشق و میگه که عقل و عشق مانند اجزای اتومبیلن. چطوری؟ اگه عشق رو به موتور اون اتومبیل تشبیه کنیم، عقل به مساوی چراغ اون اتومبیل میمونه. بدون عشق، بدون موتور اتومبیل حرکت نمیکنه. بدون چراغ هم راه رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی بدون عقل نمیشه راه واقعی رو پیدا کرد. و چه بسا اگه اتومبیل بدون چراغ حرکت بکنه و فقط بر اساس عشق، نه تنها مفید نیست، بعضی وقتا خطر هم داره. ما اخیراً برادران عراقی توی عراق کاملاً این موضوع رو احساس می‌کنن که چطوری برخی از گروه‌های افراطی شیعه با استفاده از ابزارهای آیات قرآنی هم در این زمینه خیلی زیاد، اینی که هدف از آفرینش انسان قرب الهیه و تکامل یافتن انسان هاست، اینکه انسان به خداوند نزدیک بشه. به این میگن غایت الغایات. غایت الغایات چیه؟ به عنوان مثال با این مثال میشه روشنش کرد. اگه یه بچه مدرسه‌ای بپرسیم که برای چی میری مدرسه، میگه برای اینکه خب میخوام برم دانشگاه. میگه برای چی میخوای بری دانشگاه؟ میگه برای اینکه میخوام مثلا دکتر بشم یا مهندس بشم. برای چی میخوای دکتر و مهندس بشی؟ میگه برای اینکه میخوام یه زندگی مرفعی داشته باشم. بعد بپرسیم برای چی میخوای زندگی مرفعی داشته باشی؟ بعد میگه خب زندگی خوبی داشته باشم. یعنی اگه 10 بارم بپرسی باز این رو جواب، این غایت الغایاته. یعنی غایت الغایات یعنی اون هدف آخری که این آدم از زندگیش داشته اینه. و قرب الهی رو میگن غایت الغایات، یعنی انسان باید به تکامل برسه. حالا اگه بپذیریم که هدف از آفرینش انسان تکامله، باید ببینیم که چه راههایی وجود داره، چه راههایی برای تکامل وجود داره، انسان از چه طریقی میتونه به تکامل برسه. باز در این زمینه مکاتب خیلی زیادی وجود داره که من میخوام به 2 تا از مهمترین این مکاتب اشاره کنم که استاد شهید مطهری هم تو کتاب انسان کاملش اونا رو مورد بررسی و حتی نقد قرار داده. این 2 تا مکتب، مکتب عشق و مکتب عقل هستن. مکتب عقل همون مکتب فلاسفه است، مکتبی که بر اساس بحران، عقل و استدلال سعی میکنه پدیده ها رو بشناسه، جهان اطراف خودش رو بشناسه. فلاسفه سعی کردن از طریق حکمت نظری و عملی که ایجاد می‌کنند
به یه انسان، به تعریف یک انسان کامل برسن. معتقدن که انسانی که از طریق عقل خودش به یک شناخت کاملی دست پیدا، شناختی دست پیدا بکنه و اون شناخت رو هم بتونه عملی بکنه، یعنی تمام یعنی هوای نفسش و تمام جوارش در اختیار عقلش قرار بگیره، به این میگن یه انسان کامل. این مکتب عقله، یعنی شما از طریق استدلال، برهان و عقل خودتون به یه چیزی برسید و سعی کنید اونو تو زندگیتون رو اجرا کنید. علارغم این که نقدهای بسیار زیادی بر این وارده و اسلام هم به بخشی از این مکتب نقد وارد میکنه، اما ما در احادیث بسیار، در آیات و احادیث بسیار زیادی داریم که بر ارزش عقل خیلی تکیه شده و عقل رو به عنوان یکی از خب مهمترین ابزارها و وسایلی که انسان رو میتونه به تکامل برسه شناخته. به عنوان مثال امام موسی جعفر یه تعبیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره، توی کتاب اصول کافی این تعبیرشون اومده، میگه خداوند دو تا حجت داره، دو تا پیغمبر داره، یکی پیغمبر درونی که همون عقله و یکی پیغمبر بیرونی که همون انبیایی هستن که برای هدایت انسان‌ها اومدن. این نشوننده اینه که عقل و انبیا تکمیل کننده همدیگرن، مکمل یکدیگرن، یعنی بدون یکی از این دوتا انسان به تکامل نمیرسه. این مکتبیه که عقلیون مطرحش میکنن و دقیقا در مقابل این مکتب عقلیون مکتب عشق وجود داره. کسایی که عرفا پیرو این مکتب عشقند، میگن عقل هم یه عضوی از اعضای بدن آدم، حسا رو از بیرون میگیره و بر اساس اون تجزیه و تحلیل میکنه. عرفا اصل رو بر دل میگذارن و معتقدن که انسان باید به دنبال دل خودش بره و سعی کنه از این طریق به تزکیه نفس خودش و تهذیب نفس خودش بپردازه. برخلاف فلاسفه که استدلال و منطق رو اساس قرار میدن، طبق این مکتب عشق هرچی انسان درونگرتر و حالا میشه گفت گوشه نشینتر باشه و به درون خودش بپردازه، این آدم تکاملی یافته تر خواهد شد. باز هم اسلام اینجا یک نقد جدی بر قضیه مکتب عشق وارد میکنه. البته ما عرفای بسیار زیادی داریم، در حال حاضر هم خب خیلی از عرفایی که در حال حاضر وجود دارن اونم مکتب عقل رو بعضیشون انکار میکنن و پیرو مکتب عشق هستن. به خاطر همین می‌بینیم یه گوشه میشینن، به مطالعات خودشون میپردازن و به درون خودشون میرن، عبادت میکنن و سعی میکنن از درون خودشون خدا رو بشناسن و اونو عبادتش کنن با دلشون نه با عقلشون. نقد جدی که اسلام به این مکتب، یعنی مکتب عشق وارد میکنه، اینه که میگه اسلام تک‌بعدی نیست، اسلام مخالف درونگرایی محضه. گرچه درونگرایی رو ارج مینه، تزکیه نفس و تهذیب نفس رو بسیار مهم شمرده. حتی یه حدیث داریم از پیغمبر اسلام که میگه اگه مؤمنی 40 شبانه روز هر کاری که میکنه برای رضای خدا باشه، خیلی چیزا براش آشکار میشه. و اینه خب فقط صرفا توی خونه مینشست و به عبادت خودش میپرداخت که ایشون اسوه‌ایه در عبادت کردن. همه شما شنیدین در وصف عبادت حضرت زهرا. خب حالا اصلا این بحث چه فایده‌ای داشت؟ من میخوام سریع به یه جمع‌بندی برسم و تمومش کنم، زیاد مساعده دوستان نشم. ببینید، ما گفتیم که هدف از آفرینش تکامله. راه‌های تکامل هم یا عشق یا عقل یا تلفیقی از این دوتا، که عمه عطار تلفیقی از این دوتا رو به کار می‌بردن. برای اینکه ما بتونیم تلفیقی از این دوتا مکتب رو در درون خودمون پرورش بدیم، یکی از راهش عملگراییه. من میخوام روی این بحث عملگرایی بیشتر تاکید کنم. ما می‌بینیم توی قرآن
هر جایی که میخواد مؤمن رو تعریف کنه میگه یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، مکتب عشق و عملوا الصالحات و کار خیر انجام داده اید و مکتب عقل. ببینید همه جا تلفیق این دوتا رو ما داریم میبینیم. ما داریم تو احادیث مختلفی میگن که اصحاب حضرت حجت که انسانهای کاملی هستند مصداق این جملن، روحبان و باللیل لیوس و بالنهارند، یعنی در شب اگه سراغ اونا برید راهب آدمای بسیار مؤمنی هستن که دائما در عبادت و سجده اند، ولی شب روز اگه سراغ اونا برید همچون شیر نر در جامعه حاضر میشن و از حقوق آدمای مظلوم دفاع میکنن. من میخوام بگم که همه این احادیث و همه این چیزایی که ما از ائمه اطهار داریم اگه واقعا پیرو واقعی اونا میخوایم باشیم باید با تلفیق کردن این دوتا مورد آدمای عملگرایی باشیم. عملگرا یعنی چه؟ یعنی توی جامعه بی تفاوت نباشیم نسبت به مسائل. شک نکنید توی مثلا توی جامعه غربی اگه مسلمان‌ها بشینن یه گوشه‌ای و درون خودشون صرفاً به عبادت کردن و دعا خوندن و نماز خوندن و حتی کفایت کردن به مسجد اومدن رو به این امور کفایت بکنن، شک نکنید که دیگران بر ما تأثیر خواهند گذاشت و ما اگه بخوایم موفق باشیم و بخوایم پیروان واقعی ائمه اطهار باشیم باید سعی کنیم دامنه نفوذمون رو افزایش بدیم. یعنی چه؟ یعنی سعی کنیم بر دیگران تأثیر بگذاریم تا تأثیر بپذیریم. تأثیرگذاری هم راه‌های مختلفی داره که عملگرایی یکی از اون راه‌هاست. تک تک ما میتونیم با اندک کارهایی که میتونیم تو زندگی اون انجام بدیم تأثیر بگذاریم. مثلا به عنوان مثال کسی که تو کار مواد غذاییه، کسی که چه میدونم پیتزا تولید میکنه و توزیع میکنه در سطح شهر، اگه روی در جعبه اون پیتزاش یه حدیثی بنویسه، یه مطلبی بنویسه، یه شعری بنویسه، بتونه اون کسی که داره اینو مصرف میکنه تحت تأثیر قرار بده، این واقعا ارزشمنده. اینه که مکتب عقل میگه شما اگه بشینید فکر کنید چطوری میتونید تأثیر گذار باشید، اون موقعی که شما میتونید به تکامل برسید. یعنی صرفا این که حالا انسان بشینه یه گوشه‌ای و بخواد حتی اگه تمام احکام اسلام رو هم، احکام عبادی اسلام رو هم رعایت بکنه، صرفا این انسان به تکامل نخواهد رسید، بلکه این تو جامعه است که انسان محک میخوره و انسانی میتونه موفق باشه که تو جامعه عملگرا باشه و سعی کنه که دیگران رو تحت تاثیر خودش قرار بده. من بیش از این سر عزیزان رو در نمیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Thank you very much. ما تشتغل ذا شيء شوي صوت مو زين يا هي Thank you very much, brother. And I hope in the future the Iranian brothers, the Iranian sisters will attend these kind of meetings so we will benefit better from these speeches. حب البتول طهارة للذات وهو الأمان من الحساب الآتي من حازه فاز بالجنات فلنتحف الزهراء بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآن مع فقرة أخرى وهي فقرة الشباب، ونحن نشجع الشباب ونشجع ما يقومون به من نشاطات مهمة حقيقة، لأنه هم الجيل الناشئ وهم من سيتبعنا إن شاء الله في إحياء المناسبات في هذه الأماكن المقدسة. فنترك لهم الميكروفون ومع الأخت لينا جاسم. The occasion of the birth of Fatima Zahra عليه السلام. I would like to start by reading a section of Ziyarat Fatimah al-Zahra. Peace be upon you, O daughter of the Messenger of Allah.
Peace be upon you, O daughter of the Prophet of Allah. Peace be upon you, O daughter of the Beloved of Allah. Peace be upon you, O daughter of the Friend of Allah. Peace be upon you, O daughter of the Sincere Friend of Allah. Peace be upon you, O daughter of the Trusted Messenger of Allah. Peace be upon you, O daughter of the best of Allah's creatures. Peace be upon you, O daughter of the best of Allah's prophets, messengers, and angels. Peace be upon you, O daughter of him who is the best of all creatures. Peace be upon you, O wife of the Friend of Allah and the best of creatures after the Messenger of Allah. Peace be upon you, O mother of Al-Hassan and Al-Hussain, who are the masters of the youth of paradise. Peace be upon you, the truth teller, devoted one, and martyr. Peace be upon you, O gratified and accepted one. Peace be upon you, O well-mannered and chaste one. Peace be upon you, O human Huri. Peace be upon you, O pious and pure one. Peace be upon you, who is spoken to by angels and who is knowledgeable. Peace be upon you, O oppressed and usurped one. Peace be upon you, O repressed and defeated one. Peace be upon you, O Father, my daughter of Allah's messenger. And may the blessings and mercy of Allah be upon you and upon your soul and body. Fatima was the daughter of the Prophet Muhammad, Messenger of Allah, and Khadijatul Kubra. She was born in Mecca on a Friday, the 20th of Jumad al-Thani, in the fifth year after the declaration of the prophetic message. Fatima has nine names near Allah. They are Fatima Siddiqa, the Honest, Al-Mubaraka, the Blessed One, Al-Tahira, Virtuous, Al-Zakiya, the Chaste, Al-Radiyatul Mardiyya, she who is gratified and who shall be satisfied, Al-Muhaddatha, a person other than a prophet that the angels speak to, and Al-Zahra, the Splendid. It quotes that she is the greatest woman in the religion of Islam and is one of the four women of paradise, who are Asiya, Fir'aun's wife, Khadijatul Kubra, Maryam, and Fatima al-Zahra. I'm going to talk about Fatima's relationship with her father. Their relationship was very unique. She was so respected by the Prophet that even as a child, when she walked into a room, her father would stand up. The Prophet would always say, Fatima bada'atun minni, which translates to Fatima is a part of me. Khadijatul Kubra died when Fatima was very young, and so she was always the one that cared for her father. She was known as Ummi Abiha, the mother of her father. The Prophet loved Fatima and said, Fatima is a part of me. Whoever hurts her, hurts me, and whoever hurts me, hurts Allah. Subhanahu wa ta'ala. This shows the high status of Fatima in the eyes of her father. He also said, whenever I would like to smell the fragrance of paradise, I would smell Fatima. Fatima was married to Imam Ali and is the mother of Imam Hassan, who was born in the third year of Hijrah, Hussein, born in the fourth year of Hijrah, Zainab, born in the sixth year of Hijrah, and Umm Kathum, who was born in the seventh year of Hijrah. Her relationship with Imam Ali was built on modesty and contentment, because even though Imam Ali had very little, Fatima married him because she knew of his great qualities. She was satisfied with the very little that she had and was content with everything that Allah gave them. Jibra'il narrated that Allah had said, if Ali was not created, then no one would have been worthy of Fatima. When Umm Salama was requested to tutor the child Fatima, the wise woman replied, how can I tutor one who is the personification of high virtues and purity? It is I who should learn from her. Her childhood, therefore, was passed in a very chaste and modest environment. It shows that from the very beginning, she had a high status in the eyes of those around her. There's the ayah in the Quran, which is, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ. This means that you will never attain righteousness until you give away that which you love, and whatever you give, Allah knows it well. She implemented this in her life. On the day of her wedding, she gave away her wedding dress to a poor woman, and for this, Allah gifted her with a beautiful dress from heaven. So thank you for listening, and I hope you enjoy the rest of your day. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
طبعا ستكون هناك مسابقة للكبار أيضا. أوكي، طريقة المسابقة. هسه تكمل. طريقة المسابقة، أتصور يحتاجون من يترجم لهم، يعني يحتاجون آبائهم أمهاتهم ربما. فكل من يقعد يم أبوه إذا أمكن جهال أو من يعرفه. Okay, you need to sit. مو لا مو هي السؤال هو الجواب موجود هنا. الجواب موجود بالورقة. إحنا عندنا مجموعة من الأسئلة. Okay. مهم لازم يشوفوه. عندنا مجموعة من الأسئلة والأجوبة الآن بيد الأطفال. فالطريقة إنه أنا أسأل السؤال ومن يملك الجواب يرفع يده حتى نعطيه الهدية. أوكي؟ فمهي المسألة، فلازم يكونون يم من يقدر يقرأ. من يقدر يقرأ، لأن كلها باللغة العربية. فكل من يروح يم أقاربه يم عمو. If you can go to somewhere near somebody who can read Arabic, okay? So they can read the card for you. Okay? If you can read, if you go somewhere near your parents, your friends, someone who could read what's written in Arabic on your card. Okay. Right, have a look at your cards. بعال الكادات مالتكم. Okay. شكرا. Okay. The first question. أكمل الحديث التالي. فاطمة فراغ مني. من عد هذا الكارد؟ فاطمة. من عد هذا الكارد؟ يلا فاطمة، يلا أنت فاطمة أو بضعتهم مني، بس وين الكارد ماتش؟ مو لازم يكون بالكارد ماتش، لا أنت بعدش بعد عفوا بس عفوا منو شو خلنا نشوف؟ ما شاء الله لا مو هذه، لا أنا أريد الجواب الصحيح. فاطمة لا يلا منو عنده الجواب؟ أنا هسه واحدة قالت لي هو الجواب بس أنا أريد الكارد اللي بيه مكتوب فاطمة. أوكي خلينا نروح للأخ. اذكر لقبين لفاطمة عليه السلام. لقبين لفاطمة عليه السلام موجودة هي بالكاردات، اللي عنده الكارد يقدر يجيبه. اذكر لقبين لفاطمة عليه السلام، شنو هي؟ ايش مكتوب؟ تعرفين؟ الزهراء والبتول. الزهراء والبتول، ما شاء الله، تفضلي. صلوا على محمد وآل محمد. لا بعد. من هن خير نساء العالمين؟ من هن خير نساء العالمين؟ تقدر تقراها علاوي؟ خديجة وفاطمة. أحسنتم، صلي على محمد وآل محمد. أفضل علاوي. أوكي، جواب آسيا زوجة فرعون ومريم عليه السلام وخديجة وفاطمة عليها السلام. ما اسم خادمة فاطمة عليه السلام؟ اسم خادمة فاطمة. من علاوي عنده اسم خادمة فاطمة؟ تعال حبيبي، تعال بسرعة بسرعة بسرعة. تعال علاوي، شغل شو؟ شنو هذا الاسم؟ اسمها فضة، والله صحيح. حباب حبيبي، صلى على محمد وآل محمد. زين، أكمل قول النبي صلى الله عليه وآله: يغضب الله لغضب فاطمة و منو هاي؟
شو خلاص شو يشمر عليه ويرضى لرضاها عافية عباد مصلي انت شو اسمك جعفر صادق ما شاء الله يا جعفر صادق بارك الله فيك تستاهل مستعجلة زين السؤال نعم لماذا منع أبو بكر الزهراء عليه السلام من ميراثها وبماذا أجابته علاوي جبت إنه يقول بحجة أن الأنبياء لا يورثون وأجابته بالآية وورث سليمان داود صلي على محمد وآل محمد من الذي صلى على فاطمة عليه السلام عند وفاتها؟ من الذي صلى على فاطمة الزهراء عند وفاتها؟ ماكو؟ كم عاشت فاطمة عليه السلام بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله؟ هذول أوراقهم شنو؟ هذول أوراقهم شنو؟ هلا جنجن شنو هاي؟ ستة أشهر صحيح والله؟ صحيح صلوا على محمد وآل محمد شكرا حبيبتي زين ما هي تسبيحة الزهراء ومن علمها إياها تسبيحة الزهراء تسبيحة الزهراء شو اسمك انت حبيبي ها نجاة سجاد سجاد إيه صحيح والله عافية صحيح هاي تسبيحة الزهراء وعلمها إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وآل محمد تسبيحة الزهراء 34 مرة الله أكبر 33 مرة الحمد لله و33 مرة سبحان الله ما هي آية التطهير وبمن نزلت آية التطهير وبمن نزلت ماكو هل فاطمة هي أكبر بنات النبي ومن هن أخواتها خلينا نشوف آية ايش عندها آية لحظة 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 فاطمة هي أصغر أخواتها رقية أم كلثوم وزينب تستاهلين واحدة من هاي لولا تستاهل والله صلوا على محمد وآل محمد شكرا حبيبتي آية التطهير وبمن نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه وآله ما اسم الأرض التي تركها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة فاطمة شو اسمها تقدرين تقرأيها لو لا؟ فدك اي والله هاي فاطمة الشطورة هاي تفضلي صلوا على محمد وآل محمد كم كان عمر الزهراء عليه السلام حينما توفيت والدتها؟ كم كان عمرها عندما توفيت والدتها؟ منو؟ أسابرك أمير How did he manage to read it? كان عمرها 8 سنوات تقريبا. اوكي شكرا ثانك يو ماتش صلى الله عليه وسلم. بماذا كانت تلقب فاطمة عليه السلام؟ بماذا كانت تلقب فاطمة عليه السلام؟ هلا 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 هل. أم أبيها والله صحيح شنو تقوليها مرت؟ أم أبيها ما شاء الله ما شاء الله اوكي وين هذه اي اي وينها يلا يلا خلينا نشوفها من خطبها خلينا نشوف من خطبها هو منو خطبها شباب خلينا نشوف من خطبها انا ما اعرف منو
اخ والله عرفنا اثنين امي ابو بكر وعمر اثنين امينه استاذ حبيبي بعد اكو سؤال اخير من الذي صلى على فاطمه يلا تعال محمد ايش عندك جواب شنو الجواب شنو هو الجواب دي تعال جيبه هو اخير واحد تعال إيه هو الإمام علي زوجها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام يا محمد الباقر يا حبيبي اللهم صل على محمد وآل محمد عباس شنو والله تعرف تقرأ القرآن هسه بعد خلي شوية نسوي الكلمة بعدين سجي دورك إن شاء الله أوكي طبعا الآن بعد قليل إن شاء الله ستكون لنا كلمة لأخينا السيد أبو جنة إن شاء الله ولكن قبل هذا هناك حديث عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله والقصة موجودة في القرآن وكذلك حدثت الملائكة لأم موسى عليه السلام إذ أوحينا لها أن ألقيه في اليم أو ما يعني حقيقة لا ما حافظ الآيات ولكن القصة معروفة أحسن سيدنا بارك الله فيك صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فإذن بما أنه فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وهؤلاء النسوة سلام الله عليهم هن من أهل الجنة فكيف لا تحدثها الملائكة وقد أخبرنا بذلك رسول الله كما سنرى في البحث إن شاء الله مقام التطهير هذا معروف للجميع إذ قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفسر هذه الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نادى عليا وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا فهي من نزلت من كانت نزلت فيه فيها الآية المباركة آية التطهير فهي طاهرة مطهرة بالإضافة إلى أنها محدثة تحدثها الملائكة بالإضافة إلى أنها سيدة نساء العالمين هناك من يقول الآية المباركة تذكر بأن مريم عليها السلام هي من اصطفاها الله على نساء العالمين ولكن لو نظرنا بدقة للآية حسب قول المفسرين من أئمتنا من روايات أئمتنا الأطهار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك اختارك وطهرك طاهرة مطهرة سلام الله عليها مريم العذراء ولكن ذيل الآية يقول واصطفاك على نساء العالمين لم يقل طهرك على نساء العالمين اصطفاك بأي شيء أنا حقيقة قرأت تفسير بالإضافة إلى تفاسير أئمتنا تفاسير المعصومين هناك تفسير حتى لعلماء الذين يتبعون غير آل البيت فهذا الشيخ متولي الشعراوي الشيخ المصري المفسر للقرآن المعروف في الثمانينات كان يعني اسمه علم من الأعلام
في العالم السني كما يقولون عند أهل السنة والجماعة. فقال فسر هذه الآية بأن واصطفاك على نساء العالمين معناها الله سبحانه وتعالى اصطفى مريم من غير النساء بأنها تنجب ولداً ولم يمسسها بشر ولم يمسسها ذكر. هذا من هذا الباب اصطفيت على نساء العالمين. وقال رسول الله مريم العذراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين في زمانها، ولكن ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في كل الأزمنة. صلوا على محمد وآل محمد. حقيقة عندما ترى تأتي إلى سيرة الزهراء وتقرأ سيرة هذه الشخصية العظيمة ترى من أول ولادتها كلها إعجاز، لا بل من حتى من حيث انعقاد النطفة كلها بطريقة إعجازية. خصها الله بهذه المزايا وبهذه وبهذا الإعجاز. نسأل لماذا؟ مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج بي إلى السماء أعطي من ثمار الجنة بعد أن كان يصوم 40 يوم. ابنتي حوراء إنسية، فهي حورية من حور العين من أهل الجنة، في نفس الوقت هي إنسية لأن نطفتها انعقدت من ثمار الجنة. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن فاطمة كانت تحدث أمها وهي جنين في بطن أمها. الله أكبر، ما هذا الإعجاز؟ هناك من يشكك ويقول كيف يكون هذا؟ والقرآن يصرح بذلك أنه الجنين عيسى عليه السلام كان يحدث أمه وهو جنين في بطن أمه، والآية الكل يذكرها إذ ناداها من تحت بطنها. سيدنا ساعدني بهذا، فهزي من تحتها، هزي بجذع النخلة ألا تخافي. نعم، أحسنت. إذن هناك الله سبحانه وتعالى خلق الله من كلم وهو جنين في بطن أمه، وكذلك الطفل الصغير الذي شهد ببراءة يوسف عليه السلام وهو طفل يرضع. وهناك رواية أخرى بحق عيسى عليه السلام عندما برأ، في الحقيقة آية في القرآن، عندما برأ عيسى بن مريم سلام الله عليه وعليها السلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام، عندما برأ أمه عند أحبار اليهود إذ كانوا يكيدون المؤامرات لتسفيه مريم والاتهامها ورميها بالزنا والعياذ بالله. ولقد رأيت حقيقة قرأت يعني
حتى من روايات المسيح، من روايات كتب المسيح في يومنا هذا، ومن كتب اليهود، يعني يتسترون على هذه الروايات. ولعلي وجدت يعني السبب، يعني أقولها بشكل سريع. اليهود كانوا لا يريدون أن خرجت عن الموضوع شوية. اليهود، أحبار اليهود لم يخبروا بهذا لمجتمعهم. لماذا؟ أنه عيسى كان يكلم وهو في المهد صبيا، لأن حتى لا تظهر إعجاز عيسى ونبوته، فكانوا يتسترون على الموضوع. ولكن هو حقيقة كان إعجاز عظيم في وقته، وبهرهم ورد كيدهم في نحورهم. أما للنصارى، لماذا لم تجد هذه الروايات؟ مثل هذه رواية صحيح طهارة مريم موجودة عندهم، ورواية أن الله سبحانه وتعالى يعني رزقها ابنا من دون أن يمسسها بشر موجودة عندهم، ولكن الطفل يحدث وهو رضيع، هذه لم أجدها عندهم. ولما بحثت حقيقة رأيت أنه آل بيت عمران، يعني أم عيسى والخاصة بهم، كانوا يتكتمون على هذا الأمر لخوفهم على عيسى. وهذا يثبت حقيقة أن الأفكار تسترسل عندي. وهناك من يشكك بولادة إمامنا المهدي عجل الله فرجه المبارك الشريف، يقولون الروايات قليلة عن الإمام الحسن بأن كان له ولد مثلا. السبب واضح، لأنه كان يتكتم ويتستر على ولده لئلا يذبح من قبل الطاغية، طاغية عصره، اللي عنده شوية يعني الذي عنده شوية البصيرة. إيش قد باقي لي سيد؟ 10 دقائق. سؤال الآن يتبادر إلى الأذهان: لماذا كل هذا الإعجاز والخاصية بالزهراء سلام الله عليها؟ لماذا كل هذه المقامات؟ يعني الإعجاز يواكبها من لحظة انعقاد النطفة، وقلنا هي محدثة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عندما يدخل البيت، أن الرسول دخل، الرواية تقول، روايات مؤكدة، دخل كذا مرة في بيته على خديجة ويسمعها تتحدث، فقال الرسول: يا خديجة، من تحدثين وأنت وحيدة في البيت والبيت خلا؟ فقالت: الجنين في بطني يؤنسني حديثه. قال: بلى. قال: بلى، هي ابنتي والله التي فقد بفضلها المماثلة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، وكانت تؤنس أمها. خديجة الكبرى سلام الله عليها كان قد قاطعها نسوة مكة، نسوة قريش، كلهن صحيباته أصحابها قاطعنها، لأن كانوا تارة يقولون تزوجت خديجة من فقير عبد المطلب، وتارة يقولون
صبئت خديجة. ومن هذه التفاهات والكلمات والافتراءات على سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، فكانت فاطمة تؤنسها وهي في بطنها وحيدة في البيت، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا بذلك، حتى جاء الشعراء ونظموا الأبيات في حق فاطمة وأمها. الولادة، ولادة الزهراء، تعتبر من المعاجز الكبرى. هي خديجة الكبرى تحدثنا سلام الله عليها بأن من ولدها أربع نساء، قلنا كان قد قاطعها نساء قريش، والمرأة الحامل عند الولادة تحتاج لمن يساعدها من النساء. عليكم السلام ورحمة الله. فجاء فأرسل الله عز وجل أربع نساء من سيدات أهل الجنة، يقال يعني حقيقة ما أتذكر الأسماء، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، ويمكن سارة بنت زوجة إبراهيم، وأم موسى. المهم من نساء أهل الجنة، من خواص النساء، يعينن خديجة الكبرى لكي تلد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أي إعجاز هذا، وأي مقام! هذه المقامات وهذه الإعجازات لا بد أن يكون سبب لها وأهمية ودور. بسرعة أقول بدون شرح وتفصيل، الدور الأول لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي الوعاء الذي امتزج فيه النبوة مع الإمامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشيء الآخر، أراد الله عز وجل أن يشير للأمة الإسلامية، هذه الأمة التي أكثريتها للحق كارهون، الذين نقضوا عهد الله، أراد أن يكرم هذا البيت ويميزه بميزات خاصة إعجازية. قلنا من النطفة إلى الحمل إلى الولادة إلى مسيرة حياتها، كلها إعجاز، كلها عظمة، كلها ميزات. أراد الله أن يكرم هذا البيت ويقول للأمة الإسلامية: جدير بكم أن تكرمون وتحبون وتودون وتتبعون، والفرح والسعادة. فاطمة الزهراء عندها سيدي شباب أهل الجنة، رزقت بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ورزقت بعلها أمير المؤمنين سيد الأوصياء إمام المتقين، وأبوها من أبوها؟ سيد الكائنات. كيف لا ولا تكون سعيدة في هذا البيت؟ فعاشت هذه حياتها إلى أن تزوجت، وحتى زواجها كان يعني يوماً مشهود ويفتخر به. وقضية طلب زواجها، والآن في الأسئلة كان يعني عرضت هذا الموضوع، أنه جاء الكثير الكثير من كبار الصحابة ومن صغار الصحابة الذين تجرؤوا بطلب رسول الله بيد فاطمة، ما كان لهم أن يتجرؤوا، ولكن عيب عليهم، ولكن لا يعرفون، لم يكونوا يعرفون مقام الزهراء
يتجرؤون أن يطلبون يديها من أبيه. وقال بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صرح بذلك، قال سأشكوكم إلى الله عز وجل، كفاكم طلبا فاطمة. كان ينتظر أمر السماء، فجاءهم الصحابة أنفسهم كبارهم، نجل كبارهم ونجل إحنا الصحابة الذين أطاعوا الله ورسوله، والصغار والذين ادعوا الكبر والتكبر وجعلوا من أنفسهم كبار وهم ليسوا بكبار. لأن هذا مفهوم خاطئ، أحيانا نقول كبار الصحابة وهم ليسوا بكبار. العفو أعتذر. معذرة. صلوا على محمد وآل محمد. المهم الرواية معروفة إخواني أخواتي الأعزاء، العفواني شوية أحيانا، ولاؤنا للزهراء سلام الله عليها حقيقة يحرق قلوبنا، حقيقة يوهج قلوبنا، أرواحنا لها الفداء. أختم إن شاء الله بهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلهي نسألك بمحمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك، واجعل اللهم عواقب أمورنا خير. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الأخوة المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، ولأرواح أمواتنا وأرواح أموات الجالسين تقبل اللهم ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. بارك الله. نشكر الأخ أبو جنة على هذه الكلمة، ونتمنى له المزيد من الاطلاع والبحث في مثل هذه الأمور كي تكون كلمته كاملة متكاملة إن شاء الله بالمناسبات الأخرى إن شاء الله. هناك للأخوات لا تكون متكاملة، يعني مختصرة تأخذت. صلى على محمد وآل محمد. هناك طبعا الأخوات الكريمات، هناك مفاجأة من الصغار بعد قليل سيدخلون عليكم إن شاء الله، وبيدهم مفاجأة للأمهات فترقبوها. الآن مع ختام المس طبعا مع تواشيح أخينا الطيب الأخ أبو مصطفى المظفر. نسب المسيح بنى لمريم سيرة، نسب المسيح بنى لمريم سيرة، بقيت على طول المدى ذكرى. والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الفخار؟
شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدير بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا والشمس يقرنها في الرتبة القمر أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر في عيد ميلاد الأملاك حافلة والحور في الجنة العليا صور وبه كل نبي بشر إنا أعطيناك الزهرة إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الزهرة إنا أعطيناك الزهرة أبناء الزهرة والزهرة وأبوها والمولى حيدر ما يبدو خير في الدنيا إلا وهم كانوا المصدر ومكارمها تبدو عرضا وهم كانوا نعم الجوار فهم أول من قد صلى أول من هلل أو كبر إنا أعطيناك الجنة أكبر من وصف وفواكهها حسنا أكبر والزهرة فاكهة منها ولذا فيها سحر يؤثر والشعر على بمدائحها لا يذكر شيء أن تذكر إنا أعطيناك الزهرة إنا وعبير رائحتها يذكو حتى في المسك أو العنبر وجمال مدائحها يبدو كجمال كجمال الروض إذا أزهر وإذا ما شئت لها وصفا فالنور لها أقرب معبر إنا أعطينا إنا أعطينا ولذا في المحشر لا تبدو حتى بالغض لنا يؤمر فسنى برق الزهرة سحر يخطف للباب يخطفها الباب ذوي المحشر فسنى برق الزهرة سحر يخطفها الباب ذوي المحشر ويكاد سنى برق الزهرة يذيب بالأبصار إذا مر وربيع فضائلها فيض من جنبات العرش تحدر إنا أعطينا الكوثر
نور من نور من نور سبحان الله إذا صور نور من نور من نور سبحان الله إذا صور قد قال لها الهادي قولا حسبي هذا وبه أفخر الباري يرضى لرضاها وبذا حتى الشانئ قد مر رضي هذا حتى الباري يرضى لرضاها وبذا حتى الشانئ قد قر إنا أعطينا ويكنيها أم أبيها وتخص بآيات أكثر ويقبل حبا إكراما يدها والأمر هنا أبهر فالهادي لا ينطق هجرا لا يفعل إلا ما يؤمر شيعتها فازوا بولاها قد فطموا من نار تسعار إنا أعطينا إنا أعطينا ولو راد علوم الزهر من هلنا ولو راد بدجرها يحلى تسبيحي ولو راد حضرنا الحفلة المولد ولو راد نقدم الرسول الله هدية سماها سماها شمس للعصمة وتحفها سماها سمت والخالق بفضله سماها اسمها فاطمة وربها سماها وفطمة شيعتها من نار السرية خادم إلى شاعر جابر الكاظمي سماها شمس للعصمة وتحفها سماها سمت والخالق بفضله سماها اسمها فاطمة وربها سماها وفطمة شيعتها من نار السرية صلوات مليون مليون صلاة على النبي مليون مليون اي مليون 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 يا شيعة الهادي صلوا على النبي مليون 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 يا شيعة الهادي صلوا على النبي مليون 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 اي والفرح مو عادي صلوا على النبي تعلن مهند وين مليون صلاة للزهرة الأفراح صلوا على النبي مليون مليون اي مليون هاي مو إلها ويردد الصداح صلوا على النبي مليون مليون اي ومليون مليون الليلة الألم ينزاح صلوا على النبي مليون مليون ومليون
هالليلة قدسية صلوا على النبي مليون مليون. فرحة قياسية صلوا على النبي مليون مليون. حوراء إنسية صلوا على النبي مليون مليون صلاة للنبي مليون مليون صلاة مليون 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 مليون. هالليلة قدسية صلوا على النبي مليون. هالليلة قدسية صلوا على النبي مليون. فرحة قياسية صلوا على النبي. حوراء إنسية صلوا على النبي لأن مليون مليون صلاة على النبي. ولدج قلب المحب مسرور والدنيا بجيتك فرحانة والدنيا بجيتك فرحان. يا أم الحسن وحسين يا زهراء الوصفك ما يوافي الشعر والإنشاء. الكوثر فاطمة زهراء أغلى اسماء وأجملها التشفع للشيعة أجملها وأجملها. هذه الهوسات للشاعر عمار هليل الواسطي. حياك مهند تقبل الله. من حق الغزل شاعر وسولف بي. من حق الغزل شاعر وسولف بي لأن حبك ملكني وساكن بقلبي ين براس الهداية. هذا المظفري ين براس الهداية البي شفت دربي والأعمى اللي ينكر أنوارك والأعمى. إلهي بمولد أم الحسن جيت أنخاك اللي عنده حاجة يتوجه وينخى الله سبحانه عز وجل ببركة الزهراء وببركة هذا اليوم. إلهي بمولد أم الحسن جيت أنخاك سر قلب الزكية بلي يشيل الواك. اللهم عجل وليك الفرج. إلهي بمولد أم الحسن جيت أنخاك تسر قلب الزكية بلي يشيل الواك. يا صاحب الزمان قصد المنتظر يا ربي أترجاك. ومن يظهر بيدي يصفيها من يظهر. خادم 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 الأشاعر عمال الهليل الواسطي. إلهي إلهي بمولد أم الحسن جيت أنخاك تسر قلب الزكية بلي يشيل الواك. قصدي المنتظر يا ربي أترجاك. ومن يظهر بيده تصفيها من يظهر بيده. لم العقيلة الشعر من ينكتب مملوء. أم النبي وبضعته وريحانته الزهرة قطعا اسم فاطمة من نقول طيبة يفوح. أم الصبط والصبط وام تسعة العترة
كان النبي بكل وقت يم الوديع يروح يشتم عطرها ويذب همش حمل صدره باب الفرج فاطمة ومخلاص هاير الروح حبا انفرض على الخلق من صاحب القدرة للقال أحب فاطمة وراكب سفينة نوح علي الصلاة على النبي وآل ولك بشرى هدية هدية من الباري هدية 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 من الباري هدية نور الزكية من الباري هدية 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 من الباري هدية هدية من الباري نور الزكية من الباري هدية نور الزكية من الباري هدية هدية من الباري هدية نور الزكية من الباري هدية نور فاض على الأكوان من شعب واهي فاض على الأكوان من شعب واهي بالكوثر اليوم يتباهى طه ومعيد الحور في مولد النور وأجمل هدية ومعيد الحور في مولد النور وأجمل هدية 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 من الباري وجاهه رب العرش قال يرضى لرضاها هي الوسيلة وام العقيلة هي الوسيلة وام العقيلة هي الوسيلة وام العقيلة واجمل هدية 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 من الباري هدية نور الزكية من الباري هدية نور الزكية من الباري هدية نور الزكية جنة من الإيثار بضعة نبينا جنة من الإيثار بضعة نبينا يلي حبها مفتاح باب السفينة يلي حبها مفتاح باب السفينة من تصعد الناس يزقيها عباس من تصعد الناس يزقيها عباس من تصعد الناس من تصعد الناس واجمل هدية هدية للباري هدية هدية للباري هدية نور الزكية نور الزكية إلى الشعر السيد أحمد أبو طبيخ عيني حبيبي ملاي بالكوثر آيات واضح ذكرها بالكوثر آيات واضح ذكرها بالآخرة يفوز كل من يسرها بالآخرة يفوز كل من يسرها هاي الوديعة هي الشفيعة هاي الوديعة هي الشفيعة هاي الوديعة هي الشفيعة وأجمل هدية 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 للباري هدية 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 من الباري هدية نور الزكية من الباري بالكوثر آيات واضح ذكرها
بالكوثر آيات واضح ذكرها بالآخرة يفوز كل من يسرها بالآخرة يفوز كل من يسرها هاي الوديعة هي الشفيعة هاي الوديعة هي الشفيعة أجمل هدية 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 مشتاق القلوب للمهد بنها مشتاق القلوب للمهد بنها وتشارك وياه فكت حزنها مشتاق القلوب للمهد بنها وتشارك وياه فكت حزنها من ناخذ الثار بالجنة نختار من ناخذ الثار بالجنة نختار من ناخذ وأجمل هدية 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 تاريخ المجد بالمجد معروف حاضر نفسك للهوسة تاريخ المجد بهالمجد معروف وتلمع للأبد لو من ذهب الحروف وانا حروفي ذهب للبالكرم موصوف والما يعتقد خلي يستمع ويشوف زهراء إلى ما أزحزح زهراء زهراء إلى ما أزحزح هوسة وحدة وأسألكم الدعاء حبايبي يا نور الإله ومبتدئ التكوين يا نقطة الباء ونقطة التنوين يا نفس الرسول والد الحسنين تهانينا بولادة روح هذا الدين هل هولة بيوم المحفل هل هولة بيوم المحفل